اهلا بكم من جديد. نواصل برنامجنا اللي قلبناه استوديو تحليل، وده يمكن ليوم واحد فقط في الاحداث المهمه. ومعايا على الهاتف مهندس كامل زاهر، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا باشمهندس، والف مبروك. مساء النور يا مدام لمين، ازاي؟ صحة، بارك يا الله يبارك فيك. الحمد لله والف مبروك علينا جميعا. قول لي اولا، يعني اكيد انت سعيد، هتعملوا ايه مع كابتن زيزو؟ كنا بنكلمه منذ قليل وقال لنا ان هو بكره هيقعد مع المهندس محمود طاهر. هل يبقى عبد العزيز عبد الشافي حتى نهايه الموسم؟ هو طبعا في لجنه معموله من الاستاذ كابتن عبد العزيز والمهندس محمود والكابتن طاهر الشيخ، هم اللي بيشوفوا موضوع المدرب، ولكن في الاخر احنا في الاخر يعني هندور على مصلحة النادي فين وهنعملها، هو ده اهم حاجة عندنا. يعني انت لو في الفوتنج كده مثلا وانتوا قاعدين في مجلس ادارة وعملت فوتنج يا استاذ زاهر، هتفوت لايه؟ لبقاء؟ بلاش الاسئلة الصعبة دي، معلش. لا يعني بصي، يعني صعب ان الواحد يقول كده في التلفزيون، لكن يعني احنا لازم نشوف المصلحة بتاعت النادي فين. ان الموضوع بيبقى فيه حاجات كتير يعني. انت شايف مصلحة النادي فين؟ مصلحة النادي مع اللي يكسبوا الدوري والكاس وال ايوه، يعني يقعد كابتن زيزو ولا نجيب مدرب اجنبي؟ ربنا يعمل اللي فيه الخير ان شاء الله، دعي لنا بس ان احنا ناخد القرار الصح ان شاء الله. طيب، يعني هل انتوا في المجلس الاداره حسيتوا انه يمكن قرار قالب، او يعني هو الحقيقه مش احنا اللي اقلنا بيسيرو، هو بيسيرو هو اللي مشي، بس يمكن رحيل بيسيرو في هذا التوقيت كان صائب، او يعني كان لمصلحتنا؟ يعني بصي، رحيل بيسيرو يمكن، لا الراجل المدرب كويس قوي، والدليل على كده ان الراجل اخدوه نادي بورتو، نادي بورتو من احسن 3 انديه في البرتغال، ويعني لا الراجل مدرب كويس يعني. يمكن هو ما كانش لسه وصل للتوليفه المظبوطه للنادي، عبد العزيز عشان متعايش معانا فشايف الامور بشكل مختلف. ولكن في الاخر هو طبعا الظروف ساعدتنا والامور بقت احسن، وكابتن عزيز برضه عبد العزيز له رؤيته، ده ابن النادي وطول عمره في النادي وعارف النادي الاهلي برضه له متطلبات معينه، عبد العزيز عارفها يعني، حياته في النادي ولعبه في النادي وكده، برضه عنده حته بتاعه روح النادي الاهلي اللي هو عارفها، وعارف النادي الاهلي مطالب بايه وعارف، فطبعا فارقه معانا. بس ربنا سهل، ربنا سهل. في مكافآت للعيبة؟ أكيد هو في اللائحة بتدي مكافآت إجادة، وبتدي برضو الفوز لو 3 مباريات ورا بعض أو 6 مباريات ورا بعض، أو يعني في اللائحة طبعا فيها حاجات كتير بتكافئ اللعيبة طبعا، إنها بصراحة أولا أسعدونا طبعا، ثانيا خلونا برضو بنبعد كل مدى بالدوري، فربنا يكرمنا إن شاء الله ونكمل بالشكل ده. فطبعا اكيد بتبقى ليها تقدير مختلف عن اي حاجه يعني، خصوصا ان ماتش الاهلي والزمالك بالذات دونا عن كل الماتشات له وضع مختلف زي اي كلاسيكو في العالم يعني. صحيح. بشكرك مهندس كامل زاهر، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هل الفوز ده له اي علاقه بموضوع الالتراس؟ يعني هل له علاقه باي يهدي الاجواء، ولا ده موضوع احنا مش عارفين نوصل فيه الحل؟ لا طبعا ملوش اي علاقة على الاطلاق، دي ناس عندها فكر معين، فلسفة معينة، لها توجهات خاصة، و يعني فوز الاهلي حتى بالدوري حضرتك ملوش اي علاقة بالقضية الارتس اللي عايزة حل جذري، لانه عيب قوي يعني انه تبقى هذه الشلة عاملة عملية الكهرباء الفظيعة في الشارع الكروي، ده شيء محزن يعني، عدد قليل من الشباب يصيب الوسط الكروي بذعر، والحقيقه انه يكون السبب الاساسي انه الجماهير مفيش تخش طبعا، لا ما بترجعش الملاعب اطلاقا. طبعا مع الفتحي ده موضوع قضيه، يعني الاهلي يلعب كوره حلوه او ياخد الدوري ده ملوش علاقه عند الالتراس بالموضوع بتاعهم، يعني الموضوع بتاعهم يختلف تماما عن اللي بيحصل في الملعب تماما، يعني هم لهم فكر معين ولهم اهداف معينه عايزين يحققوها باي صوره من الصور، وعندهم هذا الغرور بالقوه اللي هي الحشد، القدره على الحشد، يعني الحشد بيدي قوه في جميع الاحوال يعني، فهذا الشكل من الحشد بيديهم هذه القوة يعني. والدولة والحكومة والإعلام والناس كلها لازم تطور على طرق وأفكار
عشان تقدر تتعامل مع هذه الظاهره. وانا صحيح يعني انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص لان انا اتكلمت فيه كتير جدا كتير جدا وطرحت اسئله كثيره جدا والاسئله ما فيش حد بيجاوب عليها ولا الالترس بيجاوب عليها ولا الحكومه بتجاوب عليها ولا عاشوا المشكله من سنه 2006 2007 بيقدروا يجاوبوا عليها. لازم نفكر من ما هو. انا عارف ان النتيجه كانت سقوط ضحايا والمجرم اللي قتل لازم يتحاكم ولازم يتحاسب. طب ما هو اتحاسب. لا هم بيتم محاكمتهم دلوقتي والقضيه اتمحضت وكده. انا بس عايز اكمل بس الجمله يعني ال 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 المجرم انا بقول من قتل لابد ان يحاسب ويكون عقابه شديد جدا طبعا. لكن كمان دي النتيجه. الموت كان نتيجه. طب احنا عايزين ندرس ماذا ما هو السبب الذي ادى الى هذا الموت. يعني بس الناس اللي بتتكلم في الرياضه وبتتكلم في ظاهره الالترس فكر كويس قوي. تقعد كده لوحدها يقعدوا يعملوا لجنه مع بعض كده في اوضه ويتكلموا ويدرسوا ويبحثوا ليه الوضع وصل الى هذا الحد في مباراه الاهلي والمصري. انا مش هجاوب لان انا جبت على الموضوع ده كتير. كان في طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا وانا بقدر ما شجعت الالترس وكنت سعيد بيهم جدا في البدايه. انا غضبت طبعا لما الاقي حد بيحرق حد وحد بيضرب حد وحد بيضربوا اتوبيسات بعض وحد مش الاسماعيلي مش عارف يكسر اتوبيس الاهلي والاهلي يكسر اتوبيس الاسماعيلي والناس عماله تتفرج وراي العام عماله يتفرج. وهذه الهرتله كانت وراء كانت تسببت وادت بنا الى نتائج مؤسفه فيها ناس راحت ضحايا وكارثيه طبعا للاسف الشديد يعني. انا بس عايز اتكلم على حاجه معلش في حد معاك. طب هاخد بس كابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن وهارد لك. مساء النور يا مدام قميص ازي حضرتك اهلا بيك. تفتكر ايه اللي ما قدرش ميدو ان هو يحققه النهارده غير فكره الهزيمه يعني ما قدرش يحققه مع اللعيبه فيما اخطا ميدو؟ والله هو اللعب الجماعي يعني. انا شايف ان الزمالك النهارده اداؤه الجماعي بقى سيء عن فتره مستر فيريرا خالص. فيريرا نادي الزمالك كان بيلعب بصوره جماعيه جيده جدا في فتره مستر فيريرا. دلوقتي الاداء الجماعي مفقدينه خالص خالص. ما بقاش فيه جماعيه في الاداء بقى فيه فرديه كبيره جدا. الفتره اللي فاتت كان فيه برضه هو كابتن بيلعب بروتيشن ان هو يغير كتير في التشكيل ويغير كتير في افراد التشكيل. دي برضه عملت تاثير كبير جدا في شكل واداء نادي الزمالك النهارده. هل شايف بما انك يعني كنت يعني باك ليفت فتره طويله هل شايف انه الناحيه الشمال في الزمالك كان فيها مشكله النهارده؟ والله هو الاداء كله يعني الناحيه الشمال هو الاداء كله بتاع نادي الزمالك النهارده. يمكن اول خمس دقائق بس انا حسيت ان نادي الزمالك نازل عايز يعمل حاجه وبعد كده فقدوا الثقه في نفسهم خالص وما بقوش مسيطرين على الملعب وما بقوش مركزين ما بقوش خايفين زي ما قال احمد حسام. يمكن انا سمعته في احد البرامج بيتكلم بيقول ان الزمالك خايفه. بس برضه السبب في الخوف ده برضه انت اكيد مشترك فيها كابتن احمد حسام لانك في فتره من الفترات قعدت تعمل روتيشن كتير في التشكيل واعتقد ان هو ده السبب الرئيسي. يعني شايفين فرقه النادي الاهلي النهارده بقى لهم ثلاث ماتشات ما بيغيروش في الشكل ولا في طريقه الاداء ولا في اللعيبه اللي موجوده عندهم في التشكيل بتاعهم. ادائهم ثابت شكلهم ثابت مع الاختلاف. النادي الزمالك النهارده لحد الساعه 4 العصر قبل ماتش ثلاث ساعات ما حدش عارف مين هيلعب في التشكيل الاساسي بتاع النادي الزمالك على الرغم ان يستحسن ان 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 يبقى الشكل ثابت والافراد ثابته في اماكنها. في خبر ان تيجانا ان مجلس اداره نادي الزمالك اعلن ان تيجانا سيتم التعاقد معه. شايف ان اولا مين هو تيجانا لو تقول للناس؟ اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف. اصل تيجانا بتاع فرنسا. انا فاكره انا عمال اقول تيجانا ده واحد اجنبي. معلش يا جماعه. ده بالظبط زي ما انا اتكلم معاكي في البورصه. معلش انا اسفين. تيجانا بتاع فرنسا. طيب اذا انت شايف انه الفريق محتاج مدرب اجنبي الفتره اللي جايه؟ والله احنا مشينا مدرب محترم جدا. ليه؟ لو اعتقد ان الراجل ده كان ضمن الناس اللي هي
محققة نتائج عالية جدا وكويسة جدا مع نادي الزمالك، كان حاصل دوري الكاس وكانت نتائج ثابتة وتشكيله ثابت وأداؤه ثابت في فترة، كورة وفنيات وتكتيك وتشكيل والتغيير في أضيق الحدود. أعتقد إن إحنا افتقدنا الراجل ده، أتمنى إن الاختيار المرة دي يبقى اختيار برضه جيد نفس نوعية مستر فيريرا، على الرغم إن الفترة ضيقة جدا وعندنا الدور الثاني كمان، ووجود مدير فني دلوقتي يجي يتعرف على اللعيبه اعتقد هيصعب الامور جدا جدا على الـ على الـ على اللعيبه والتعرف عليهم في الفتره الجايه. فيعني ده هو لو يستحسن دلوقتي ان 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 يبقى مدرب مصري، يعني ده وجهه نظري الشخصيه. نعم، بشكرك كابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق. كنت عايز تقول حاجه يا استاذ حسن؟ في حاجتين بس هتكلم فيهم بسرعه. يعني مجلس إدارة النادي الأهلي بيتكلم على مصلحة الأهلي. إيه هي مصلحة الأهلي؟ أنا عايز أقول لهم إيه هي مصلحة الأهلي. مصلحة الأهلي إنه مش نكسب بس الدوري والكاس، لازم تفكيرنا نتغير. مصلحة الأهلي إنه يلعب كرة ممتعة، إن شعبيته تبقى إقليميا تعود تاني وتبقى كويسة. العالم كله بيفكر بالطريقة دي، ما بقاش كفاية إنك تبقى بطل ألمانيا ولا بطل إنجلترا، العالم كله عايز يبقى منتشر، يبقى ليه جمهوره. لما يبقى جمهورك منتشر، لما يبقى في شركات رعايه عارفه ان في 300 مليون او 100 مليون او 50 مليون في الاقليم العربي كله بيتفرجوا عليك، هيبقى هيجي لك فلوس، هيجي لك دخل. العالم كله بيشتغل بهذه الطريقه. مصلحه الاهلي، انا يعني عايز اقول النادي الاهلي ده اكبر نادي في الشرق الاوسط، صحيح، فلازم يبقى تفكيره الفني والاقتصادي ابعد بكتير من النطاق المحليه اللي هو داير فيها دوري وكاس وكلام من ده. الدوري وكاس ده حاجه مهمه جدا، لكن بعد كده لازم يتوسع يعني ويتمدد. الحاجه الثانيه، الحكم لفت نظري جدا النهارده. الحكم ضرب والتحامات وخشونه، يمشي اللعب على طول. لو احنا حكم مصري عشان كده يمكن الشوط الاول هيحموه. لا، الشوط الاول مفيش وقت ضايع، يعني الكوره في اللعب معظم الوقت، ودي ظاهره صحيه ان الكوره تبقى في اللعب. لما الكوره تقف كتير ده بيفسد المباراه، بيفسد حلاوه المباراه. فلتت من الحكم حاجه واحده بس، ضربه جزاء مؤكده ل مؤمن زكريا في الدقيقه 43. ده بينالتي الحقيقه، يعني انا عارف ازاي ما حسبوش، انا مش عارف ازاي ما حسبوش. عرقله من الخلف، وكان هدي اللعبه الوحيده اللي من وجهه نظري ان هو اخطا فيها وفلتت منه، انما الفاولات والاحتكاكات والالتحامات هو ده اللي بيحكم بيه بره. لازم اللاعب المصري بتاعنا يتعود انه مهما كانت الالتحامات ومهما كانت الاداء عنيف ومهما كانت الاشتباكات، لا مش كل شويه صفاره، مش كل شويه صفاره، ده الصفاره الكثيره بتفسد المباراه. لا استاذ فتحي، كلمات اخيره. الكلمه الاخيره انه هذا المكسب لن يهدئ من تحركات او من تفكير الالترس والنادي الاهلي. في اخر حادثه في الملعب النادي الاهلي، النادي الاهلي خد موقف اخيرا، كان بيدللهم وبيدلعهم لو حضرتك فاكره، خد منهم موقف وكلم الداخليه وقرر عدم دخولهم الى النادي. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا اذا كنا بندور على كره قدم مرحه ومبهجه وسعيده، يبقى لازم الناس تبدا تشتغل من النهارده على الموسم القادم. ايه اللي ممكن يتعمل عشان حل هذه المشكله اللي الناس قاعده بتتفرج عليها؟ قانون الرياضه، قانون الرياضه يطلع، يبقى قانون صارم وحاسم وما فيهوش، يعني زي ما اتعمل في انجلترا. طبق يا جماعه، ما هو نفس القضيه دي كانت في انجلترا. يعني نطبق القانون. الحاجه الثانيه حضرتك، بتكلم عن مباراه النهارده، انا بعتقد ان مباراه النهارده هي يعني واحده من اجمل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ومش بس بيبعد ببطوله الدوري، لكن اعتقد انه اذا لم يتعامل او لا تتعامل اداره الزمالك مع الخساره على انها مجرد خساره، اعتقد ان نادي الزمالك سيشهد في الفتره الجايه يعني سلبيات اكتر، لانه الزمالك عبر سنواته مشكلته، يعني الاهلي كان ممكن حضرتك يخسر ماتش واتنين بيتلم، الزمالك بيخسر ماتش الامور بتقر. فاذا الزمالك ما قدرش يقف النهارده على رجليه ويدرس
اخطائه وسلبياته والاسباب التي ادت اليها حاله الفريق بطل الدوري والكاس، اعتقد واتوقع انه قد يمر بمنعطف خطير يعني يؤثر في شكله وفي ادائه. انا معايا اتصالات هاتفيه كثيره من الجمهور، فهناخد بعض الاتصالات قبل ما نختم هذه الفقره. محمد اتفضل. مساء الخير يا مدام لمي. مساء النور، اهلا بيك. انا بس يعني ايه بعد اذنك انا هتكلم في حاجتين بس. فضل. الاول عايز اقول لك ان انا هموت صغير. ليه هموت بعد صغير الشر يا محمد؟ والله العظيم ليه بعد الشر؟ عشان خلاص يعني الواحد احنا بقينا عاملين، عارفه يا استاذه لميس، العيله اللي هي معلش يعني غلبانه قوي وفقيره قوي، فرب العيله كل سنه يقوم داخل عليهم بلحمه ويفرحوا، احنا كده كل 7 سنين ولا 8 سنين ناخد دوري فنفرح قوي، احنا بقينا عاملين كده في الزمالك. طيب ايه شفت مشكله الفريق ازاي يا محمد النهارده؟ شفت مشكله الفريق بقى في حاجتين بقى يا فندم. الاول اداريا، يعني ايه جهاز يا مدام لميس يقعد فيه رئيس قطاع الكوره، رئيس جهاز الكوره ومدرب عام، ويقعد فيه كابتن محمد صلاح اللي هو راجل كبير ومدرب ومفروض مدرب كبير يبقى تايتله مدرب عام ومدير فني ومدرب وكل ده، ميدو اتوقع ان ميدو عمره ما خد لما خد قرار رايه هو راي انفرادي، في 50 قرار على الجهاز يا فندم. يعني ايه اداريا ان انا كل 5 6 متوشه اغير مدرب؟ ده اداريا. فنيا بقى يا مدام لميس، يعني ايه روتيشن؟ يعني ايه تغيير؟ يعني ايه اجيب لاعب افريقي بقاله اسبوع ولاعبه ماتش مهم زي الاسماعيلي وفجاه طلعه بره التشكيل؟ يعني ايه ده؟ انا عايز الاستاذ حسن السكاوي والاستاذ فتحي سند يفهموني يعني ايه دي؟ يعني ايه روتيشن في الكوره ويعني ايه ده؟ وهل ده ينفع في مصر ولا ما ينفعش؟ طيب هنسمع رايهم دلوقتي. شكرا يا محمد. فيكتور اتفضل يا فيكتور. استاذ لميس ازي حضرتك؟ اهلا بيك اتفضل. انا بمسي على الاستاذ حسن المستكاوي والاستاذ فتحي سند والقامتين رياضيتين ونقاط كبار. طبعا وبتكلم بس هتكلم بسرعه عشان ما اقطعش حضرتك في 4 نقط سرعة عشان ما اخدش وقت كتير. اتفضل. النقطه الاولانيه طبعا ببارك للنادي الاهلي على الاداء وعلى الاستقرار وعلى عدم تدخل مجلس الاداره في عمل الفريق. ثاني حاجه بالنسبه انا بس كنت حضرتك سالتي الاستاذ فتحي على حته اقاله او استقاله ميدو، فانا عايز بس اسمع رايه لان هو قال المفروض يستقيل، بس عايز اسمع رايه يعني هو المفروض يستقيل بسبب اجتماع رئيس المجلس مع اللعيبه بدون الجهاز الفني، ده كلام يعني ما بيحصلش خالص، يعني ازاي اجتمع انا مع اللعيبه بدون الجهاز ما يبقى موجود؟ ثانيا بالنسبه برضو بتكلم على نقطه مهمه جدا، رايه برضو في حته الكابتن، انا بتكلم برضو مع الكابتن فتحي سند لان هو راجل برضو يعني من اخطاب نادي الزمالك طبعا. يعني هو ده حاجه لا تشوبه خالص، بالعكس ده حاجه تميزه. بالظبط بالظبط، وانا بجد من النقاد انت جايبه قامتين طبعا، وانا يعني عشان يسندوني في هذا يعني اليوم الحاسم طبعا، وطبعا الكابتن حسن طيب قول السؤال بقى يلا. بالنسبه بقى لحته الحكم برضو عشان ارد على الكابتن حسن المستكاوي، طبعا لا الحكم مش كويس لان في عرقله من خلف تتجه بالانذار، في انا بتكلم على الفرقتين على فكره انا اهلاوي بس انا بتكلم على الفرقتين، في لعبه في نص الملعب كانت تستاهل انذار بتاعت جابر ده اسمه الهاف بتاع الزمالك عمر جابر عرقله عمر جابر كان في عرقله تتجه بانذار النادي الاهلي، وفي قبل كده عرقله من خلف لا الحكم مش حلو. الحاجه الثالثه بالنسبه للالتراس، الالتراس المفروض معلش سوريا انا بتكلم المفروض يعني انا بصراحه بترحم على ايام اللي هو اسماعيل الشاعر، انا بتكلم بالامانه بترحم على ايام اللي هو اسماعيل الشاعر. يد الدوله يجب ان تفعل لها وادة، لان دي ناس مش ممكن يحكم البلد. شكرا يا فيكتور. منى اتفضلي يا منى. اهلا ازيك مدام منى؟ اهلا بيكي. ازيك؟ كله تمام اتفضلي. اولا انا ما شكاوي ولا اي حاجه، انا ببارك لك وبضايق الموجودين مع حضرتك وبقول لك عشان عارفه انك اهلاويه واحنا اهلاويين، فقلت لازم اقول لك الف مبروك. ميرسي يا منى، بشكرك شكرا جزيلا. مين يا جماعه معانا؟ طيب استاذ فتحي عايز ترد؟ انا لا، هو طبعا بيتكلم كلام يعني معظمه كلام صح، وانا زي ما قلت لحضرتك يعني ما ينفعش جهاز فني يقعد عليه 5 6 ما فيش راي، بس مساله ان رئيس النادي اجتمع مع اللعيبه فعدم وجوده، لا الاجتماع تم كان يوم الجمعه قبل مباراه من المباريات وحضر ميدو، لكن ما فيش شك طبعا ان ميدو يعني هو اخطا في قبول المهمه ودفع ثمن قبول هذه المهمه. كلمات اخيره يا استاذ حسن.
لا، ما هي دي الرياضة. مبروك النادي الأهلي، هو الأحسن، والنهاردة كان أحسن طبعا ويستحق الفوز. و يعني لازم الناس تشوف الزملكاوية بيقولوا احنا يعني خسرنا عشان كذا وكذا وكذا. لا، انتم ممكن تكونوا خسرتوا عشان الاهلي عمل كذا وكذا وكذا. يعني لازم الواحد يبص للفرقتين ويقيم الاثنين ويعترف ان في فريق احسن كسب النهارده من غير بقى مبررات ولا ان الدوري لسه في دور ثاني. طبعا لا، يعني مساله انهيار المبكر. طبعا لا، في 7 نقط. يعني الاهلي مره كان الزمالك سبب 13 بونت صحيح، والاهلي خد الدوري. لكن لو انا عندي القدره ان انا اقف على رجلي بعد ما بقع، هي دي القياده القصه. انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ حازم مستكاوي واستاذ فتحي سند، استوديو تحليلي عظيم، واحنا هنلعب بكوره بقى خلاص. يعني انا هنشتري ماتشات ونلعب كوره بصراحه. يعني اشكركم شكرا جزيلا. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى لاخبارنا الاقتصاديه والسياسيه في اخر ربع ساعه من هذه الحلقه.